ايه اكتر دور مثلته استاذ محمود حميده وفخور ان انت مثلته؟ ما هو انت ممكن تستمتع بادوار كتيره جدا او ما تمثلش غير اللي انت بتستمتع بيه، بس كل واحد فينا في عمل او اخر بيحس انه فخور جدا ان هو مثله، ولو ما مثلش حاجه تانية غيره يبقى وكفى به. لا ما عنديش انا الحكايه دي، مش موجوده يعني. ايه ده خالص، كله زي بعضه. اه ليه بس انت عندك افلام عظيمه وافلام عاديه. ايوه ده موضوع تاني، بس مساله الفخر دي يعني ما مش بتنتابني خالص. احيانا او هو كده على العكس، يعني لما اجي اتفرج وطالع الشاشه اللي انا فيها فاحس ان انا بتضاءل وان انا ما عملتش اللي عليا، لا كان لازم اعمل احسن من كده، وانساه فورا. وانا بخلص الشغل بنساه فورا يعني، يعني ما بيقعدش معايا، ما بيعيش معايا. ايه بس اكيد مش بيخيلني يعني. هي دي برضو مساله برضو بفضل الله سبحانه وتعالى في الحكايه دي، ان انا ما بستغرقنيش اللي انا عملته. اللي انا عملته راح خلاص انتهى بالنسبه لي. يمكن ربنا يقدر انه يعيش مع الناس فيما بعد، ولكن انا مش مهتم بيه. مش مهتم أيوة. يعني قصدي فخرا واعتزازا ان انا عملت وسويت بس في افلام مثلتها وكانت بجد بصمه. أيوة جدا. وفي افلام عاديه جدا. ده عند السيد الجمهور فقط، يعني انا ليس لي اي صوت هنا، السيد الجمهور فقط هو اللي يقول، انا حتى مش من حقي ان انا اقول.